نستهل النشر الاقتصادية بتعاون طاقوي، حيث استقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب وزير التشغيل والتكوين المهني الموريتاني مامودو نيانغ، حيث اتفق الطرفان على تبادل الخبرات في مجال التكوين والرفع من مستوى الإطارات الموريتانية في مجال الطاقة والمحروقات، لا سيما مع مجمعي سوناتراك وسونالغاز. تحت شعار التمور الجزائرية فخر وجودة، نظم معرض التمور ومشتقاته بالجزائر العاصمة. التظاهرة التي عرفت نظمت من طرف الوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية بالتنسيق مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. كشف خلالها وزير القطاع عن برنامج واسع لولوج الأسواق العالمية في نحو 150 بلدا بالنظر لتزايد الطلب على التمور الجزائرية التي تتصدر قائمة المنتوجات الزراعية المصدرة للخارج، كما بلغت الصادرات نحو 150 دولة 80 مليون دولار. إذن الجزائر تراهن على رفع صادرات منتوج التمور ومشتقاته عبر اقتحام المزيد من الأسواق الدولية، وتلتحق بنا وهيبة هو من الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. وهيبة، ما التحديات التي قد تواجه هذه الشعبة وما هي آفاق تصديرها وتسويقها؟ الجزائر تمتلك مؤهلات خاصة في إنتاج التمور، الرهان كبير اليوم، التحدي كبير لإنتاج التمر وتصديره. معي معالي الوزير، هل أنتم حاضرون للتحدي هذا؟ تفضل سيدي الوزير. وأكيد هو تحدي، وكل الحياة هي تحديات في نفس الوقت، وبالتالي فأعتقد بأن ما نقوم به اليوم ما هو إلا تطبيق حرفي لسياسة الرئيس من أجل تشجيع هذه الشعبة، شعبة التمور. هي شعبة معروفة بأن لنا قدرات وإمكانيات كبيرة فيها. إلى حد الآن نصدر ل 75 دولة، إذا أضفنا الدولة الجديدة 75 دولة، تقريبا 80 مليون دولار كحجم التصدير لهذه الشعبة. الآن هذه الأيام المفتوحة نبتغي من ورائها خلال سنتين الوصول إلى 150 دولة برقم أعمال لا يقل على 250 مليون دولار. التحدي صعب لكن سهل في نفس الوقت. إذا رأيت معي في هذه المنتوجات المعروضة اليوم في هذا المعرض لولاية الجزائر العاصمة، لأن في نفس الوقت كان 57 معرض آخر عبر كل الولايات، من خلالها نريد أن نعرف المصدرين، نعرف المنتجين، نعرف المواطنين بإمكاناتنا، ليس فقط التمر، لأن التحدي هو منتوجات التمر أو ما سمينا احنا مشتقاتها. لنا ميزة تنافسية كبيرة جدا، لنا إمكانيات وقدرات كبيرة، نعول يعني تشجيع ما يسمى بالصناعة الغذائية في هذا الميدان. هذا التحدي اللي خلانا اليوم عندنا 365 مصدر، نريد أن نرفعه إلى حدود 1000 ب 250 مليون دولار صادرات بحوالي 150 دولة. هذا هو التحدي اللي نشتغل به وزارة التجارة مع الوزارات الأخرى والقطاعات من أجل تطبيق برنامج سيد الرئيس في مختلف الشعب. اليوم حبينا نختموا سنة 2022 بهذه الشعبة، لأن شعبة تتميز بأصالتنا، شعبة تتميز بميزة من مميزاتنا وهي التمور اللاصقة بحياتنا اليومية. أردنا أن نبين هذه القدرات الموجودة سواء في الصناعة التحويلية في التمر أو فيما يتعلق قدراتنا الإنتاجية. اليوم 1.2 مليون طن هو إنتاج أخواننا الفلاحين، وبالتالي هذه الكميات لابد أن يتم تحويل جزء كبير منها، وبالتالي خلق صناعة غذائية، وبالتالي تحويلها هي أيضا إلى التصدير، لأن لاحظتم السفراء والممثلين الدبلوماسيين الذين شاركوا معنا اليوم أو في الصباح انبهروا بما هو موجود من منتجات فرعية للتمور لم يكونوا يدركون يعلمون بها. لذلك نحن بدأنا بهذه الأيام المفتوحة، سنبقى نشتغل خلال سنتين باش نوصل إلى 150 دولة، 250 مليون دولار، إلى 1000 مصدر في المنتوجات سواء التمور أو مشتقات التمور إن شاء الله. جيد، شكرا جزيلا سيدي الوزير. إذا كان التحدي كبير فالرهان اليوم لتصدير التمور يبقى أكبر. شكرا.
وهيبة هوام، شكرا لك ولضيفك الكريم وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق على هذه التفاصيل. جناح المنتوجات الإفريقية في معرض الأسهار الدولي بتمن راس واحد من الأجنحة التي تشهد إقبالا كبيرا من الزوار، وفرصة للتعرف على أهم الألبسة والمواد المستهلكة لدى دول الجوار. محمد برمكي. قبلة السياح والمقايضين ورجال الأعمال وحاضن الثقافات والتنوع هو حال معرض الأسهار الدولي في طبعته 36. تتعدد المنتوجات الإفريقية فيه وتتعدد معها المصطلحات والأسماء. معرض يشهد وفرة للمنتوجات الإفريقية التي دخلت إلى بلدنا بفضل معرض الأسهار الدولي. أنا من عاصمة حراش كاريتوس، أنا متواجد هنا في المعرض تاع في جناح الأجانب، تقربوا لنا الثقافة تاعهم، جناح تاع لي زيبيس المواد التقليدية تاعهم، قربوا لنا الإفريقية لينا. وانا نقول الناس العاصمه اهلا وسهلا بكم هنايا أسهار. حقيقه عجبتني المنتوجات المحليه، اسعار في المستوى، بالاضافه الى المنتوجات الافريقيه كما الدهون، دهون تاع المفاصل تاع البشره تاع ما شاء الله، حتى لي بري في متناول الجميع. اشكر الدوله الجزائريه وعلى راسها رئيس الجمهوريه على توجيه الدعوه للوفد القادم من بلدنا. احضرنا معنا كل شيء، ونحن شعب واحد، وامي ولدت بانجزار، واحضرنا معنا مختلف المنتوجات. هذا المنتوج الذي ترونه امامكم يسمى بلغه المصدر بأبرباح، أما الذي عن شمالي فيسمونه بالكواكوا. فاكهتان اثنتان كانتا تكلف خزينة الدولة في السابق أموالا باهظة، أما الآن بفضل معرض الأسهار الدولي وتجارة المقايضة أصبح متاحا للجميع. ليست الفاكهة الاستوائية من تصنع الحدث هنا، بل هناك توابل إفريقية خالصة. السهار أو الملتقى بالعربية، يتجدد اللقاء كل سنة في هذا الفضاء الفسيح، فضاء بعثت فيه الحياة من جديد بعد انقطاع بسبب الجائحة. ويحضر معنا من تمن راس محمد برمكي. محمد، ما الجديد لديك اليوم؟ شكرا لكم. دائما في إطار تغطيتنا لفعاليات معرض الأسهار الدولي، نفتح نافذة هذه المرة على حاضنة الأعمال بتمنغست، ومن أجل الحديث حول مشاركتهم في هذا المعرض مع مدير الحاضنة السيد عزاوي عبد الباسط. عبد الباسط، مرحبا بك، أنت معنا في التلفزيون الجزائري. اهلا وسهلا. مرحبا وسهلا. اذا شاركت حاضنه الاعمال بجامعه طمن غاست في الطبعه 36 لتظاهره الاسهار بمجموعه من الشركات الناشئه والمشاريع المبتكره التي تقترح حلولا لعده مشاكل تتعلق بعده قطاعات، منها ما يتعلق بالتجاره، بالنقل، بالسياحه، بالصناعه، بمعالجه مشكل نقص النجاعه الطاقويه وغيرها من المشكلات التي تطرحها المؤسسات العموميه و يطرحها كذلك المتعاملون الاقتصاديون. إذن هي فرصة لاقتراح عقود مناولة وتعاون بين الشركات الكبرى وبين المؤسسات الناشئة وبين هذه الأخيرة وبين المرفق العام. كما ساهمت حاضنة الأعمال في هذه التظاهرة من خلال الندوة الدولية التي عقدت بتقديم الخارطة الاستثمارية لولاية طمن غاست. تم التعريف بإمكانيات الولاية من ناحية المعادن، من ناحية الموقع والحركية التجارية، من ناحية المنتوج السياحي المتنوع، من ناحية الموارد البشرية التي تصنعها الولاية عن طريق الجامعة وعن طريق المعاهد وعن طريق يعني غرفة الصناعة التقليدية وعن طريق كذلك معهد التكوين شبه الطبي وغيرها من المؤسسات التعليمية والتكوينية. تم التطرق كذلك إلى الابتكار وكيفية دعمه في الجامعة على مستوى ولاية طمن غاست. بارك الله فيك دكتور عبد الباسط. إذا زملائي، أعود إليكم لاستكمال ما بقي من الأخبار. شكرا. شكرا لك محمد برماكي، كنت معنا من تمن راست. بعد رفع بعض العراقيل ومنح رخص الاستغلال للعديد من المستثمرين الصناعيين بولاية تبسة، تمكن الكثير منهم من خلق قيمة مضافة في السوق المحلية وتوفير مناصب الشغل. نور الدين بن عباسة.
تفننوا في صناعة الأفرشة والأغطية بعد أن كانت تستورد من الخارج، وتحكموا في الرسم على كل أنواع الأنسجة بعد أن منحت لها رخصة الاستغلال. تمكنت من توفير مناصب شغل في انتظار تطوير المنتوج إلى حياكة الزرابي والبطانيات. الحمد لله رب العالمين، يوم الدولة رفعت عنا كل العراقيل، والمنتوج هذا كنا نستورد فيه من الصين ومن الدولة التركية. اليوم الحمد لله المادة الأولية تصنع في الجزائر 70% من الجزائر، وعندنا مناصب شغل يعني اليوم 70 عامل، وإن شاء الله عندنا طموحات في المستقبل باش نوسعوا في المشروع بإذن الله، ويكون عندنا نلحقوا 200 منصب شغل في 2023 إن شاء الله. صناعة الأثاث بكل أنواعه شهدت تطورا بتبسة، وفرضت نفسها كبديل لذلك الذي كان يستورد من الخارج، بل تعدته لتفتك كمؤسسة بديلة صفقات تأثيث الفنادق الكبرى التي كانت حكرا على الأجانب، وحققت الأهم في مجال التصدير. الحمد لله احنا المؤسسة نتاعنا اقتحمت ميدان التصدير نحو دول الساحل الإفريقي، لذلك نطلب الثقة في المنتوج تاعنا لصالح الاقتصاد الوطني ولصالح العملة الوطنية. وبعد أن تحصل على علامة مؤسسة ناشئة من قبل اللجنة الوطنية لمشروع مبتكر، طارق جبيلي يخوض غمار تكنولوجيا السفر من خلال منصة رقمية وجهتها من وإلى الجزائر تفرض التعامل بالدينار للتقليص من خروج العملة الصعبة. جاتنا فكرة أنه احنا نطوروا سيستام اللي يجمع كل الفنادق الجزائرية، وينما تدخل وكالة سياحية تعمل حجز للزبون تاعها في فندق في الجزائر وبالدينار الجزائري. كذلك تم منح رخص استثنائية لثمانية نشاطات التي تم مرافقتها مؤخرا، بالإضافة إلى تقديم ربما الدعم في إطار سواء المياه، تنقيب عن المياه أو الغاز الطبيعي أو الإنارة. لحد الساعة نحن نحصي 750 أكثر من 750 منصب شغل تم توفيرها في مجالات مختلفة. هي صور للنجاح المنشود وخلق الثروة وتمكين المنتوج الوطني من فرض نفسه داخل وخارج الوطن. والآن إلى أسعار النفط في العالم، حيث ارتفعت خلال تداولات اليوم العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.5% لتسجل $85.33 للبرميل، فيما صعد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.48% إلى مستوى $79.97 للبرميل. أسعار الذهب ارتفعت هي الأخرى في تعاملات اليوم بنعم من تراجع الدولار وعائدات السندات الأمريكية، حيث سجلت عقود الذهب الفورية ارتفاعا بنسبة 0.62% لتسجل $1,808 للأوقية، كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.65% إلى مستوى $1,816 للأوقية. ختام النشرة الاقتصادية بأسعار صرف الدينار الجزائري مقابل بعض العملات الأجنبية. ختام الموعد الاقتصادي لنهار اليوم، عودة إليك أميرة لاستكمال بقية الأخبار.